هذا كلام جدا، باعتبار ان التنظيمات الارهابيه الموجوده في منطقه ادلب وبعض ارياف حلب، يعني وصولا الى عفرين وكل هذه المناطق، انما هي بعشرات الالاف. يعني اذا مع هيئه تحرير الشام والتركستاني نعم ومنظمات الاخوان المسلمين وكل هؤلاء، يعني هناك من قدرهم بين 50 و 60 الف مقاتل. هؤلاء يحتاجون الى تمويل وتسليح وتدريب. لذلك تقوم الدولة التركية بكل أسف بفتح كل هذه الحدود لهؤلاء كي يتاجروا ويتسلموا الأمور التجارية بالتعاون مع المخابرات التركية. هذا الأمر مفضوح وعلني، ويعني ولا يهم أحد. يعني الأتراك يفعلون ذلك، والأوروبيون يعرفون والأمريكيون يعرفون ولا يتدخلون. لذلك نعم، بشكل منطقي وبدون معلومات ومن دون المرصد السوري، علينا أن نسأل من يأتي هؤلاء بكل هذا التمويل. من الطبيعي أن تكون الخطوط التجارية مفتوحة، وخطوط التهريب، وحتى خطوطهم مفتوحة نحو شرق الفرات مع جهات دولية أخرى تساعدهم في بعض الأوقات عندما ترى أنهم على وشك أن ينهاروا، تقوم بإمدادهم ببعض أنواع السلع والسلاح. لذلك هذه أزمة دولية حقيقة، لأنهم يعني يأسرون مئات آلاف المواطنين ويستعملونهم كدروع، ثم يتاجرون بهم، ثم يستفيدون منهم، ثم يسرقون أموال المعابر السورية، ثم يهددون العرب والكرد وكل أنواع القوميات الموجودة في تلك المنطقة. الأمر الذي يسأل لماذا لا تقصف الدولة السورية والقوة الجوية الروسية الموجودة هناك هذه المعابر، حتى لو تضايقت تركيا، لأنها معابر تؤدي عمليا الى استمرار احتلال هذا القوات الجولاني الارهابيه والقوات التركمانيه والاخوانيه، يعني تؤمن لها امتدادا واستمرارا في هذه المنطقه. لذلك الامر مخيف، الموضوع ليس فقط تجاريا، حتى هناك استيراد اسلحه ضخمه واستيراد كل انواع التهريب، يتكلمون عن المخدرات. لذلك يعني هذا الامر المطلوب التحرك الدولي في ايجاد لوقف هذا الامر، وذلك من طريق تحرير ادلب وعفرين والغاء الدور التركي. هذا هو الحد الادنى المطلوب لالغاء تلك التنظيمات الارهابيه. ولكن دكتور وفيق، يعني بهذه الجزئيه دوله الاحتلال التركي يعني تذر رماد في العيون وتنفي ان لها ارتباطات مع هذه التنظيمات الارهابيه في ادلب، خصوصا ما شاهدناه في اجتماعاتهم مع الجانب الروسي، ولكن فتح هذه الحدود أو التغاضي عن هذه العمليات التجارية، وتحدثت حضرتك عن علاقات وطيدة بينهم وبين الاستخبارات التركية، هذا خير دليل على تعاونهم الوطيد في إدلب. نعم يا أخي، التعاون واضح، كل العالم يعرف أن هناك تعاونا تركيا إرهابيا، وإلا من أين دخل مئات وألاف الإرهابيين إلى سوريا؟ دخلوا من الحدود التركية. هل كانت الدولة التركية عمياء؟ لا طبعا، لديها عزة استخبارات عالية المستوى وعزة أمنية عالية المستوى، بما يؤكد أنهم هم الذين نظموا كل هذا الدخول. اليوم مثلا يفاوضون عن مناطق فيها إرهاب، وهم يتجاورون مع الإرهاب ويتخلطون معهم في مواقع عسكرية واحدة. لماذا علينا أن ننفي؟ أترى هذا الغرب الذي يعني يرى دبيب النملة على الأرض ألا يرى كل هذا؟ بس أن الموضوع أن الدور التركي ملائم لما يريده الغرب حاليا، وهو عرقلة انتشار الدولة السورية على أراضيها. لذلك هم يؤيدون الأتراك في هذه المسألة، وهي مسألة خطيرة عليها أن تذهب إلى مستوى مجلس الأمن الدولي لمناقشتها. وهي أن دولة تركية استعمارية تحتل قسم كبير من الأراضي السورية، تدعم فريقا إرهابيا واسعا بشكل علني، وتحتل أراض في العراق أيضا، وتدخل في ليبيا. اليوم كل بعض المنظمات السورية ترسلها إلى ليبيا للقتال هناك بشكل إرهابي. لذلك هناك دور تركي إرهابي في كامل المنطقة. على الأمم المتحدة والقوى القادرة أن تنازلها عسكريا، والأمم المتحدة أن تأخذ قرارا بضرورة تراجع القوات السورية عن احتلال التركية عن احتلال الأراضي السورية وبسرعة، لأنها موضوعهم عملية دعم الإرهاب وجعله يستمر خطر جدا. هناك من يتكلم اليوم عن سجن في شرق الفرات في 3000 إرهابي، يعني هناك من يتكلم على أن هناك محاولات لإرسال هؤلاء إلى المناطق التركية. أنا أتكلم يعني اليوم تابعت كل وسائل الإعلام الغربية تتكلم عن هذا الأمر، أن هناك مشروعا لإعادة تشييد الإرهاب في إدلب وعفرين
وبعض المناطق، وذلك من طريق نعم. فتح طرق لهم من شرقي الفرات إلى هذه المناطق. نعم. وحتى في العراق وضحت الفكرة دكتور وفيق، أعذرني على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص نعم. لهذه الاستضافة. أشكرك جزيل الشكر الباحث والاستراتيجي في شؤون الشرق الأوسط الدكتور وفيق إبراهيم، كنت معنا مباشرة من بيروت.